لو الحكايه فيها ان فيتو النار ابتدت تمسك في الكرسي هي ما عرفتش تتصرف ابتدت تصوت ايهاب في الدور اللي فوقها مفيش في ظرف دقايق كانت النار ماسكه في المكان كله ما عدا الغرفه الخاصه بوالد ايهاب توفيق هو مات من الاختناق ما ماتش من الـ من الـ من اي حريق او اي شيء الاختناق واولاد ايهاب وزوجته موجودين في امريكا مش موجودين في مصر يعني هو بس هو والده في البيت والشغاله بس مقيمه معاه طب إيه الاقارب اللي هم يعني كان موجودين معايا النهارده اللي موجودين انا اول واحد جيت والفنانه ايناس عز الدين جت في اول اتنين جم تقريبا اثناء النار ايهاب حاول ينزل من الطبق اللي فوق المشتعل معرفش من كثافه الدخان ومعرفش يتحرك من المكان غير لما الحمايه المدنيه نزلت وطفت المكان تماما ايهاب ابتدى ينزل يعرف نشوف الجثمان يعني طب احنا دلوقتي ايه الاجراءات المفروض تحصل؟ الاجراءات ان الوكيل النائب العام وصل والتحريات الجنائيه وصلت عشان يشوفوا اي شبهه جنائيه او اي شيء طبعا ده شغل متبع عادي يعني في اي حريق لازم يتم كده مفيش اي حاجه التصاريح بتخرج دلوقتي من المكتب النائب وانا رايح بتسلم التصريح ووالد الفنان ايهاب موجود دلوقتي في مستشفى التامين الصحي ميت نصر للغسل اجراءات الغسل والكلام طبعا مفيش اي حاجه تحدد تماما ولا صلاه على اي شيء غير بعد التصريح عشان في ناس ابتدت تجتهد وتقول ان الصلاه العصر او الظهر مفيش اي حاجه من ده خالص مفيش اي شبهه جنائيه من اي نوع الشغاله مقيمه بقالها اكتر من 20 سنه ابنها كان متواجد معاها مفيش اي شبهه جنائيه تماما